توجيهات السيد محافظ نينوى المحترم وبإشراف مباشر من سيد مدير مديرية ماء نينوى المهندس مويه صادق الياس، قامت مديرية ماء نينوى متمثلة بشعب صيانة الأيسر بمد شبكات في الساحل الأيسر من مدينة الموصل. ونحن الآن في منطقة حي الزهراء حيث تم مد شبكات جديدة للمنطقة، والآن تقوم كوادر المديرية بتهيئة المسارات لصب المسارات التي تم مدها حديثا. والله قبل المشروع المي كان شرك، يعني الحين كنا نعاني من ناحية المي، يعني كل خمسة أيام ست أيام يلا يجينا يجوز مرة أو ما يجي. بس من بدأ المشروع هذا الجديد لا والله مينا تحسن، يعني قام يطلع على الطبقة الثانية ومي حيل زين. واحنا نشكر السيد المحافظ والمسؤولين اللي سعوا على بالنسبه على مود المي.